الاتحاد الأوروبي يرفض طلب النمسا إعادة العلاقات مع الأسد إيطاليا تقاضي النمسا أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بسبب قيود النقل اعتقال شابان سوريان في فيينا من عصابة 505 بعد مواجهات مع شيشان تزويد الشرطة النمساوية في فيينا بأسلحة الصعق الكهربائي ومطارات النمسا تسجل 16.5 مليون مسافر في النصف الاول من عام 2024. واخيرا ارتفاع طفيف في اعداد ايام الاجازات المرضيه للعاملين. مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشره. ابدى جوزيف بوريل الممثل الاعلى للشؤون الخارجيه للاتحاد الاوروبي تحفظه على مبادره ثماني دول اوروبيه بما في ذلك النمسا وايطاليا اعاده تقييم العلاقات مع النظام في سوريا بسبب تدفق اللاجئين الكبير واشددت الدول على ان النزوح الجماعي السوري يفاقم الاعباء على الدول المجاوره مشيره الى خطر التدفقات الجديده للاجئين حيث اقترحت الدول تعيين مبعوث خاص لسوريا لتعزيز الروابط الدبلوماسيه مع الفصائل السوريه وهي خطوه ايدتها ايطاليا والنمسا وكرواتيا وغيرها بينما امتنعت المانيا عن التاييد وابدى بوريل تحفظاته مؤكدا ان النظام السوري ما زال مرتبطا بروسيا وايران قدمت إيطاليا دعوة ضد النمسا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن تدابير مكافحة النقل على طريق برينر وفقا لقرار مجلس الوزراء الإيطالي وأعلنته وزارة النقل الإيطالية وأعرب وزير النقل ماتيو سالفيني من الحزب اليمين المتطرف الليغا عن سعي إيطاليا لوقف ما وصفه بغرور النمسا واستعادة اليقين القانوني لمصدري الشحن الاوروبيين وتستند الدعوه المقدمه على الماده 259 من معاهده الاتحاد الاوروبي والتي تعتبر حاله غير مسبوقه وكانت المفوضيه الاوروبيه قد اعطت الضوء الاخضر لهذه الدعوه في مايو مؤكده صحه بعض الانتقادات الايطاليه واشار حاكم تيرول انتون ماتليني الى استعداد الولايه للدفاع. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن اعتقال شابين من سوريا من عصابة مجموعة 505 بعد حالة الفوضى التي شهدتها فين بين شبان من الشيشان وسوريا واستخدم في الصراع سكاكين وأسلحة نارية رغم القيود المفروضة في مناطق مثل رويمان بلاتس بالحي العاشر وحذر ديتر سيفان رئيس وحدة جرائم الشباب في المكتب الفيدرالي للشرطة من تجاوز هؤلاء الشبان لقيود الاسلحه، وادت هذه النزاعات الى تعزيز التواجد الشرطي واعتقال سوريان اعمارهم بين 19 و34 عاما، حيث تبين ان الصراع يعود لدوافع تتعلق بالشرف والانتقام، ومن المتوقع الغاء لجوئهم. اعلنت الشرطه النمساويه عن بدء استخدام اسلحه الصعق الكهربائي. التيسير من قبل ضباط الشرطه في فيينا ضمن مشروع تجريبي يشمل تزويد مراكز الشرطه في مناطق فافوريتن لوبولدا وشتات وفلورزدورف. وقال المدير العام للشرطه الفيدرالية مايكل تيكاكاس ان التدريب على استخدام جهاز الصعق الكهربائي سيبدا في الاول من اغسطس بمشاركه 150 ضابطا حيث تستهدف المراكز الشرطيه ذات المخاطر العالية وسيتم اختبار نماذج مختلفة من الأجهزة وتقييم تكاليف المشروع لاحقا بينما ستستخدم وحدات إضاءة إضافية على المسدس نفسه لتحسين الرؤية وشدد وزير الداخلية جيهارد كارنر على أهمية تدريب الضباط لضمان فاعلية المبادرة. شهدت المطارات في النمسا نشاطا ملحوظا في النصف الاول من عام 2024 حيث سجلت حركه سفر بلغت 16. مليون مسافر بزياده قدرها 7.7% مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي. ووفقا للجمعيه النمساويه للمطارات اقترب العدد من مستويات عام 2019 قبل جائحه كورونا واستحوذ مطار فيينا على الحصه الاكبر من الحركه. بتسجيله 14.4 مليون مسافر يليه مطار سالزبورغ ب مئه واحد وسبعين الف مسافر ثم مطار انسبروك بسته مئه وثمانيه عشر مسافر شملت الوجهات المفضله المانيا اسبانيا وايطاليا مع بقاء نسبه اشغال الطائرات عند سبعه وسبعين فاصل اربعه بالمئة وارتفعت انبعاثات الغازات الضاره الى اثنين فاصل ثمانيه وستين مليون طن بزياده 40% عن عام 2022. شهد عدد ايام الغياب بسبب المرض في عام 2023 ارتفاعا طفيفا حيث قضى العاملين متوسط 15.4 يوما مرضيا بزياده نصف يوم مقارنه ب 14.9 يوما في عام 2022 وفقا لهيئه الاحصاء النمساويه. وفي المقابل انخفضت مده الغياب بشكل طفيف الى 9.3 ايام في المتوسط، واظهرت البيانات ان النساء كن غائبات بمعدل 16.2 يوما، بزياده قدرها 1.6 يوم عن الرجال، وكانت اسباب الغياب الاكثر شيوعا الامراض التنفسيه بواقع 2.4 مليون حاله، تلتها الامراض الامراض المعده او الطفيلات ب 715 الف حالة، ثم الأمراض العضلية والعظمية ب 674 الف حالة، حسب تقرير الاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين الاجتماعي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح ماكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء.